بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا في كل ربوع الوطن الحبيب، وفي ظل بحثنا الدائم عن التراث وعن التنوع والتعدد الثقافي الموجود في وطننا، الليلة كنا في واحدة من المدن السودانية اللي حملت لنا إيقاعات متفردة جدا، وحاولنا إننا نبحث عنها ونتعمق في دواخلها ونبحث حتى عن كل المكامن الموجودة فيها الجمال، وعن روعة الجراري والمردوم والإيقاعات الكردفانية الجميلة جدا. نحن في ولاية الأبيض أو في مدينة الأبيض في شمال كردفان، أكيد هي إيقاعات مختلفة، ونحن حنشهد معاكم ومع كل الناس اللي بتابعونا في زهرة خاصة جدا من قناة أم درمان الفضائية، قناة الحرية والجمال. وبداية نحن حنتعرف عليك أحمد، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك، شكرا لكم وشكرا للتيم العامر وشكرا لقناة أم درمان، و نتمنى كل سنة نتوفق في التراث وفي جميع الحاجات والأشياء. أحمد، يعني بنلقى أنه في الجراري بصورة عامة الموجود في شمال كردفان عنده أنواع مختلفة. الجراري واحد من الإيقاعات السودانية الأصيلة جدا اللي لا زالت لحد الآن هي محتفظة بطابعها الجميل جدا. الجراري عنده من زمان، يعني على حسب الإبيل والأشياد والماشية وغيرها. كلمنا شوية عن إيقاع الجراري وعن فرقته. طبعا نعم، الجراري طبعا من نشا يعني زمن طويل، ونحن من نشأنا لقناه عند ابهاتنا وجدودنا وحبوباتنا، ومما نشا سنين معدده، والحمد لله نحن محتفظين به لحد التاريخ. هسه نحن في فقدنا الاسر الكبيره، والحمد لله نحن محافظين على التراث، وهو تراث شمال كردفان طبعا بيشمل القبائل فوق وعدة 7-8 قبيلة هي بتمثل الجراري ده. وبالنسبة لرقصة الجراري ذاتها سميت على الإلبل، مشيت الجمل أم حنين الجمل، هي المشي حسب الرقصة حسب أداء الجمل. أما الرجل يقع الرجل في الوطة ذاته، الدقة بتاعت الرجل يقع ذاته دقة الجمل برضو، جمل بخبط رجله في الوطة دي، نفس إيقاع القفلة بتاعت الرقيص مثلا، مرة بترقص في الجراري إذا مثلا بقول لك دي الهزة دار تهز بتكفل، حسب إيقاع الرجل هي بتكون وقفت هناك. بعد هاي بعد ده الإيقاع إيقاع الجراري. الجراري سمى ذاته حسب يعني كثير ناس حمر عندهم جراري بيختلف من جرارينا نحن ذاته، يعني نحن شمال كردفان عندنا جراري وحمر طبعا عندهم جراري،
جراري عنده هو نفس الستايل بتاع جراري، لكن طبعا جراري حمر ايقاعه خفيف في الاصوات تلقاهم في الصفقه بتختلف من القبائل اي بتختلف من القبائل المختلفه. أم عندنا في شمال كردفان عندنا الفراحنه، الجليدات، الهبابين، المجانين، الكبابيش، الكواهله، المعاليه، العريفيه، دي كلهم بتمثل الجراري. كل شمال كردفان ده اندمجوا بقوا كتله واحده، يعني اذا لقيت جراريهم تلقاه مربوط بجهه واحده. شمال كردفان كله شمال كردفان بيديك اداء واحد، اللحن ام الرقصات هاي في التويه، في الشعر، في الدوبيت، في جميع الحاجات دي بتلقاه مربوط بصله واحده. الدليب واحد من أنواع الإيقاعات الكردفانية برضو، التويا والدليب والهسيس وغيرها من الإيقاعات دي. الدوبيت بنلقاه برضو في حتات تانية، هو نفس الدوبيت ولا بيختلف؟ لا نفس الدوبيت، نفس الدوبيت، لكن بس في الألحان طبعا تلقى لحن خفيف وتلقى كلمات تقيلة، يعني حسب اللحن بتاع الشيء، لكن الكلمات كلها معناها واحدة. لكن في الدوبيت ذاته تلقى إنسان ناس بيتكلموا كلام، وفي إنسان بيتكلموا بالحنجرة بالصوت بصوت عالي، في ناس بينطقوا بالحرف مثلا حسب الدوبيت. طبعا عندنا لسه الشاعر أخونا الشخص المعانا ده عنده طبعا دوبيت هو من حمر، لكن إيقاعه مع إيقاع شمال كردفان واحد حسب الكلام وحسب اللحن وحسب الشيء المعنى هو كله نفس الكلام اللي بتاع شمال كردفان. نحن احمد عايزين نشوف مع بعض رقصة الهسيس او الشقلاب. نعم نعم، الشقلاب ده نشع من تاريخ بدري. الشقلاب ده سمه الشقلاب، عندنا في طبيعة الحال بيكون في المناسبات اللي هو تابع للعريس، والعريس ده اساسا بنقوم اليوم العصر الساعة 5 بيخطونا النسوان في سرير ويرتقوه، بعد يرتقوه وشحوه، بعد الوشاح ده طبعا زمان كان يتوشح بأم توب شال عادي ما فوقه حاجات، أما بيلبسوه طبعا الأربطول الحرير
بعد الحرير بخط للهلال مثلا، وبعد ذاك بعد المغرب طبعا مباشرة بقوموا بدوه بيت العريس العروس ودفي الهسيسة هاي. طيب أهم بقوم لنا بقوم بشنو النسوان بقوم بعمل لنا الشقلاب ده بيسيرن بيه العريس ذاته للغنية اللي بيسيروها بيه ذاته للغنية ذاته زي ما ذكرت لك قبل جيد يا ولد جيد حالي فقالوا ما بحبين يعني اللي ينجلد في الحفلة حتى يمرق هناك حتى يخلي الناس يمشوا يعني دائما الغنية دي بتكون على الصوت جيد يا ولد جيد حالي فقالوا ما بحبين إلا يجلدوه حتى يطلع من الحفلة يمشي مسي الكردفة زرح يا بلوف محافظ الشيطة زرح يا بلوف سجل الشرطة زرح يا بلوف مشاكل الفرصة زرح يا بلوف مسي الكردفة زرح يا بلوف محافظ الشيطة زرح يا بلوف يا بلوم للنا في الغرماني زرح يا بلوم.